السلام عليكم، شلونكم بنات؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. بنات، بالنسبه للمحاورات يعني حاليا نحن بديها، انا اتفق وياكم انه يعني على اساس كانت تكون هي محاضرتين يعني، وفعليا راح تكون هي اثنين، فراح ابدا وياكم حاليا يعني المحاضره الثانيه، بس مو كلها ان اشرح لكم اياها، المحاضره واحده اجزء لكم اياها بحيث انه تقدر توضح لكم وتتوضح ايضا عن يمي، لانه كل فقره راح اوضح لكم اياها، الفقرات المطلوبه هاي شنو تجي هاي شنو تجي، لانه مو كلها راح اسويها فيديوية، اكثرها راح اخلي عليها ان شاء الله تشوفوها، اخلي عليها نوتس، هاي النوتس وبالعربي يعني، انا عارف انتم انجليزيتكم زينه، بس حتى انتم تشوفوها يعني شنو الشغلات المهمه والشغلات اللي انا ما اشرح عليها، انا اصلا ما اعرفها، حتى ان شاء الله في حاله اذا طلبوا من عندنا امتحان هي كلها يمكم، فهي حاليا ان شاء الله من تنتهي هاي الازمه بخير وسلامه احنا ان شاء الله نكون موفقين محاضرتين، هذه المحاضره بكل محتوياتها، والمحاضره الثانيه اللي هي هذه المحاضره تحكي عن تقنيه النانو تكنولوجي في العلاج الاشعاعي، انتم عندكم علاج اشعاعي والعلاج بالحراره، هاي المحاضره باستخدام دقيقه النانو، والثانيه اللي هي اهم انواع المسيفات النانويه اللي هستخدمها، هاي ان شاء الله بنكمل هذه المحاضره، واحتمال هاي المحاضره تصير على شكل ثلاث محاضرات اجزء لكم اياها، بس مو الا تكون فيديوية، بس انا اوضح لكم انه هاي الفقرات راح تشوفون دائما انه اكو شغلات مظلله، هذه انه اوضح لكم من تقرون شنو الشغلات المهمه، هاي ليش اريدها؟ مؤشرتها مو معناها ما اريدها، لكن لا تاكدوا لي عليها، انتم اذا عندكم ايضا اي استفسار ان شاء الله تدخلون على جوجل كلاس وتتركوا لي ملاحظاتكم مثل ما بسوي بقيه المراحل، واذا احتاجيتوا مثلا احد من عندكم شغله ما يفهمها يعني اريد اشرح لي اياها فيكتب لي اكتب لي واني اشرحها وانزلها كفيديو يعني بس كصوت اوضح لي اياها. هنا راح انزل لكم معاها فيديو توضيحي يعني خف تحبون تشوفون شغلات. حاليا لسه احنا مالتنا للفقره حنشرحها احنا اليوم اشرح انه ما هي اهميه ما هي تكنولوجي وكيف يتم استخدامه العلاج بالاشعاع اللي هو راديشن ثيرابي اللي هو اسمه علاج بالاشعاع والثيرمو ثيرابي اللي هو علاج بالحراره. علاج بالاشعاع يعني استخدام اشعه معينه تكون متاينه ايونايزنج او نان ايونايزنج او غير متاينه. هي كلها حتى هي كلها بتصب في مجال واحد انه هو معالجه الامراض السرطانيه. وانه شلون انه اقدر اخليها تسلط في منطقه معينه، المنطقه المصابه من دون ما تاثر على المنطقه السليمه. وايضا شنو هو الثيرموثيرابي؟ ما هو العلاج بالحراره؟ هي من اسمها يعني وهي تعتمد على الاشعاع وهي تعتمد على الحراره. فانا هذه الفقرات مبحثها انتم يمكن تقرون يعني انا اشوفكم ربما لكن هسه وضحت لكم شو الشغلات اللي نريد احنا نوقف عليها. اكو تداول اللي اكتب للاطلاع، الاطلاع اللي ما اكتبه لا، بس اوضح لكم شو المطلوب مني. المخطط هذا انا صراحه شويه اريده لانه هذا يعني يفيدكم انت ويوضح شنو الفرق بين الراديشن ثيرابي والثيرمو ثيرابي. حاليا يعني اني ما راح اعطي منكم كل محاضره، هي حتوقف هنا. المحاضره الجايه ان شاء الله راح نبلش بالمواضيع الاخرى. وان شاء الله مثل ما قلنا اذا اكو اي شيء اخر يعني بلغني. وان شاء الله نشوفكم بخير، تسلمون بنات، واي استفسار اخر قولوا لي عليه. تحياتي.